خير المساجدات، خاصة في علاقة بال خلينا نقولوا بالجرائم أو بالقضايا اللي موجودة في تونس. عديد القضايا وعديد الجرائم، كل يوم نسمع بعض الغرائب في تونس مع الأسف. اليوم باش نمشيو لصفاقس باش نحكيو في زوز حوادث في صفاقس، زوز حوادث زادة يهموا صغار في العمر. الأول جنين نجم نقولوا، والثانية طفلة عمرها 13 سنة تسويت في لب الموضوع. لب الموضوع معنا مباشرة السيد مراد التركي ناطق الرسمي باسم حاكم صفاقس. مراد صباح النور. بخير علي وبخير جميع مستمعي راديو ميد. اهلا وسهلا. مرحبا سي مراد. واللي تقريبا جنين عمره 5 أشهر تلقي به في أكداس من النفايات ويتم الاحتفاظ بها، موضوع هذا صار في صفاقس. هذا الموضوع هذا جد في صفاقس خلال الأسبوع المنقضي وبدأت الأسبوع هذا، وتم إلقاء القبض على الأم تاعو وتم الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث. هي امرأة عزباء أنجبت هذا الطفل خارج إطار الزواج وردت ما حبت تتخلص منه بهالطريقة هذه، وتوفي الطفل الجنين هذا متوفى. مش جنين هو معناها الطفل معناها تولد رضيع، معناتها مش جنين رضيع. رضيع معناتها تولد عمره 5 شهور و في حديث الولادة هو تم القاو بالفضلات معناها في يقولوا في السطلة وفي الطرف معناها كردونة هكاك في السطلة كردونة، وحسب المعطيات الأولية أنه هو قال وطور عليه ما متوفيا، وتم إحالته على الطبيب الشرعي للتشريح لتحديد سبب الوفاة. اليوم يصدر تقرير الطبيب الشرعي وهي تم التوصل لمعرفتها والاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث. التهم في مواضيع كما هكا سي مراد يعني توجه النيابة العمومية، خاصة في علاقة بمولود أو رضيع يعني حديث الولادة، القتل العمد أكيد هذا معناتها ممكن تهمة توجه، لكن حابين نفهمه معناتها خصوصية أنه اليوم أم عزباء تلوح ولدها معناتها رضيع في بين أكداس النفايات أو يعني تتخلص منه لين يموت. لهنا النيابة العمومية يظهر لي توجه تهم متعدد نجم نقوله حتى للمتهم. احنا نجيب الفتح البحث التحقيقي السعلي تم تبقى الأحكام فصل 201 202 مجلة الجزائية والقتل العمد ما تبقية الأضمار، وعلى ضوء ما الأبحاث ما تنتجه يمكن عاد تكييف الجريمة في اتجاه القتل الأم لمولودها، لكن هذا مولوش مولود حديث الولادة هذا معناه عنده مدة، فنمشي في الاتجاه القتل العمد ما تبقية الأضمار باعتبار أنها أردت تخلص منه وكان ذلك عن قصد ومعناها وإدراك منها لأن الفعلة هذه ستؤدي إلى وفاته. واضح به هذا هو البحث التحقيقي. ثم التحقيق هو على ضوء المعطيات اللي توفر له في الملف والأبحاث اللي يشيرها يكيف الأفعال حسب ما يشوفه مناسب. كان ينزل بها درجة أو درجتين وبدل الجريمة اللي تفتح عليها التحقيق. به واضح هذا بالنسبة للموضوع الرضيع حديث الولادة. موضوع زاد في صفاقس يعني يشغل الرأي العام، مش كان في صفاقس فقط حتى في تونس. تلميذة 13 سنة، طفلة 13 سنة هز أبوها باش تمشي تقرأ ثم انقطعت الأخبار، وعلى ما يبدو تم اختطافها ولمدة تقريبا 48 ساعة وأكثر كانت مفقودة، وثم جديد يظهر لي في الموضوع هذا. بالنسبة للموضوع هذا اختفاء طفلة العمر 13 سنة والكشف عن مكان تواجدها، الحمد لله البارح تم الكشف عن مكان تواجدها. والطفلة هذه هي عمرها 13 سنة فعلا، وكانت يوم السبت 27 نوفمبر 2021 غادرت الطفلة المضرمة على محل سكنها إلى مقاعد الدراسة، لكن ما التحقتش بالقسم تاعها، وحسب الأبحاث تبين أنها تواصلت مع شخص المظنون فيه هذا اللي عمره 20 سنة يتولى نقلها لمحل سكناه وأبقاها بمحل سكناه وأخفاها بالمحل الذي. ووقت أمها بدأت تبحث عليها تم عليها من الجهات الأمنية تم التنقل إلى مبدئيا إلى المحل الذي وتفتيشه، فما كانش يمكن العثور عليها لأنه تاو الوالدة بتاعه أمه مشيت أخفاتها. أم معناتها أم الشاب معناتها اللي عمره 20 سنة أخفاتها. أي أخفات الطفلة هذه. وتبين أيضا وأن هناك شخص ثالث معناه كان على تواصل حتى مع الطفلة هذه، أيضا تم أيضا الاحتفاظ به في العملية هذه. لكن في العملية الثانية وقت اللي تم جلبه من جديد المظنون فيه هذا العمر 20 سنة هذا اللي مشيت قامت عنده بالمحل، اعترف بأنها فعلا كانت موجودة عنده
وانه تم معناه تهريبه حتى من المحل وقت لحل الامن. وطبعا بتضافر كل جهود منها السادة العوان فرقة البحث المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من تحت فرق الشمالية، واستوقع الاستعانة حتى بعوان معنا مختصين في الميدان، فتم الكشف عليها وألقى القبض على الجاني هذايا المتهم. كذلك تم رجع الطفلة إلى المحل سكنها وتسليمها لعائلتها، وحاليا هي اليوم يقع معناها بعناية وبمتابعة من السيد مندوب الطفولة، إعادة إخضاعها للتأهيل النفسي بغاية ترجعها لمقاعد الدراسة وتواصل دراستها إن شاء الله وتكون الأمور معناها سليمة من الناحية النفسية والبدنية. والأبحاث متواصلة علما وأنه حاليا تم الاحتفاظ بشخصين، الطفل الشخص هذا عمره 20 سنة لأواه في المنزل، ثم شخص ثاني كان على علاقة أيضا بالموضوع هذا في تبادل دراسات وغيره، هذا أيضا تم الاحتفاظ به. وأم الطفل أي جست أمهم نسألك على الأم اللي عاونت معناتها خفيت أي. الأم اللي عاونت لها تكون محل تتبع الجزائر، وسوف يقع حالتها على السيد وكيل الجمهورية بحالة تقديم للنظر في اتخاذ القرار اللازم في الغرض، والأكثرية أنه سيقع فتح بحث تحقيقي معنا في الموضوع لمزيد التدقيق والكشف عن جميع ملابسات هذه القضية. واضح، يعطيك الصحة. شكرا سي مراد التركي، شكرا على كل هذه التفاصيل. يعطيك الصحة. نطق رسمي باسم حاكم صفاقس. زوز مواضيع في صفاقس، الأولى أم يعني عزباء تلوح رضيحة في سطل، تحطه في سطل وتحطه في النفايات، يعني مما تسبب في وفاته. رضيحة ولده عمره 5 أشهر. الموضوع الثاني 13 سنة طفلة تلميذة ما تمشيش تقرأ، وبعد يقاوها مخبية في منزل شاب عمره 20 سنة من الطفل، لها أنها لباس وإن شاء الله ترجع لعائلتها لباس، وأكيد يلزم تكون ثم إحاتة نفسية بالموضوع هذايا، خاصة أنه هي عمرها 13 سنة. صح، نجم نعلق على الموضوع الأولاني أنا بتاع جنين اللي طيشته أمه، خاطر من مش نقول يا أخي وينهم القلوب متاع العباد، وإلا ويني القلب متاع الأم. أنا ما نعرفش الأم بشنو تعديت ولا شنو صار لها باش نجم أنا نحكم عليها. بو ما فما حتى أم ترضى أن طيش كبدتها مهما يكون السبب، لا يبرر، ما عندك حتى مبرر. ما دامك انت رضيت وقبلت وقعد الصغير ذاك في كرشك وجبته للدنيا تتحمل مسؤوليتك كامله مهما يكون السبب. قاعده نشوف معناها في الموضوع هذا بالذات، علاش نحب نعلق، بما اني نمشي ديما للجمعيات صوت الطفل، نشوف في بيبيات كل يوم معناها بيبيات يمشيو بيبيات يجيو، نشوف في دي بيبي معناها ميم حتى انك تعطيه اسم ما تخسرش حتى على صغيرك اسم، تخلي جمعيه تسمي لك ولدك وين؟ ايش تسمحني قل لي انت بابا وامي قالوا لي نقطعوك، لو كان انت تخليه الصغير هذاك، ولا لو كان تجيبونا، ولا انا خايفه منهم. تتحمل مسؤوليتك، غلطت تخلص، غلطت تحمل مسؤوليتك، ما تطيشوش الصغير هذاك، ما عنده حتى ذنب. شنو ذنبه؟ انه جاء للدنيا هذه، انت ذنبه الوحيد هو انت جبته للدنيا هذه وخليته يتنفس ويشوف، بعديك تطيشه في بوباله. اللي غيرك يبكيوا ليل ونهار في تريكن يحبوا على ربع صغير، اللي غيرك يخسروا في دم قلبهم باش يتمناوا الثر نتاع صغير. حرام راو، حرام عليك بالحق. ربي يهدي. كانت هذه لب الموضوع. لب الموضوع، لب الموضوع. شوي اخر تفكرتوه بدر الدين العلوي الطبيب المرحوم الله يرحمه، الله يرحمه، اللي توفى في سانسور في مستشفى جندوبه تقريبا عام من اللي صارت الحكايه، 3 ديسمبر هو توفى، مش مازال تقريبا 4 أيام 5 أيام نعملوا الذكرى الأولى لوفاته. ثم جديد زعمة في الموضوع، شوية آخر نعرف في مش تصبح ما تبعدوش.